شهدت محافظة مأرب اليوم مسيرة حاشدة للمطالبة بتحرير الطبيبة الطاجيكية المختطفة جولي روف. وفي المسيرة التي شارك فيها ممثلو منظمات المجتمع المدني والعاملون في القطاع الصحي والمنظمات الحقوقية، ندد المتظاهرون بما وصفوه العملية النكراء التي لا تمت لقيم وعادات أبناء مأرب بصلة. التفاصيل من مأرب مع الزميل سالم مثنى. وسط غضب شعبي خرج العشرات من أبناء محافظة مأرب لمسيرة حاشدة جابت شوارع المحافظة، ونفذ المشاركون وقفة احتجاجية أمام بوابة المجمع الحكومي للمطالبة بالإفراج عن الطبيبة الطاجيكية المختطفة جوليا روف. وفي الوقفة عبر أبناء المحافظة عن إدانتهم لهذه الأعمال التي تسيء لسمعة المحافظة، وعدوها خروجا عن العادات والأعراف القبلية. موقف هذا يسيء للجميع ويسيء لأبناء المحافظة بشكل عام، ولا يقوم بهذا العمل إلا حثالة من حثالات المجتمع ولا يمثلون أبناء مأرب. زملاء الطبيبة جوليا طالبوا السلطة المحلية بسرعة الإفراج عن زميلتهم المختطفة. المطالبنا الإفراج الفوري على الطبيبة ومحاسبة الخاطفين. من جانبها أكدت السلطة المحلية أنها تقوم بالإجراءات اللازمة للإفراج عن الطبيبة جوليا روف، وسيتم الإفراج عنها قريبا. نحمل الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية في تعقب الجناح، وهناك معلومات أنه البحث جاري وفي القريب العاجل سيتم الإفراج عن هذه المخطوفة. الجدير بالذكر أن الطبيبة جوليا روف طاجيكية الجنسية والتي تعمل بالمستشفى العسكري بالمحافظة تم اختطافها من مدينة مأرب الأربعاء الماضي من قبل مسلحين مجهولين. سالم ناصر مثنى، السعيدة، محافظة مأرب.